هذه الحلقة تأتيكم برعاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام أنتم بخير بالنسبة شهر رمضان الكريم، أعاده الله عليكم بالصحة والعافية وصياما مقبولا. معكم دكتورة جيهان رمضان العماري، أخصائية أمراض جلدية وطب تجميلي وليزر. اليوم حابة نتكلم في حلقة اليوم في برنامج صحتك تهمنا، نتكلموا على مشاكل الشعر وتساقط الشعر، وهذه المشاكل نحن نقدر نقوله الشائعة وأكثر الناس تتردد علينا في عيادة الشعر اللي أسسناها. وعيادة الشعر تشمل كل المشاكل اللي تخص المواضيع اللي هي فروة الرأس، مشاكل فروة الرأس ومشاكل ساق الشعر أو الشفت نقدر نقوله. حابة الحلقة تكون مفيدة للجميع، والأشياء اللي تكررت علي في العيادة من مشاكل الناس اللي نسمع فيها، من الملاحظات اللي على الأقل نحن درنا إحصائية نقدر بسيطة جدا، هي لا تذكر يعني كإحصائية عدد، هو عدد كبير ما شاء الله، ولكن الإحصائية نحاول نستثنى منها أو نطلع منها أسئلة مهمة ومتكررة من كل حالتنا. فتعريف بسيط هو شنو تساقط الشعر. تساقط الشعر ما هوش كله تساقط وراثي، عندي تساقط وراثي وعندي تساقط غير وراثي. الأغلبية حاليا باللايف ستايل اللي احنا عايشينها وبالحياة، الرتم الحياة اللي احنا شايفينها وثقافة وتكنولوجية النت مثلا، ببساطة جدا الناس كلها تعرف ان في فيتامينات لازم ناخدوها، في مكملات غذائية لازم ناخدوها، فأصبح من النادر أو من البسيط جدا ان يجيني حالة تساقط غير وراثي، لأن أغلب الناس بيجونا مكملين كورسات مضادات كورسات فيتامينز زين، كلهم عارفين شن الحاجات اللي ناخدوها كمكمل غذائي للشعر، فأصبح من النادر إنه يجيني إلا اللي عنده تساقط وراثي. والتساقط الوراثي هو كتعريف بسيط إحنا لو حاولنا نعرفوه عن طريق الحالات التردد علينا، هو ليس مرض. وأنا نقول في الأغلب الحالات إحنا نتعامل مع تساقط الوراثي، هو ليس مرض، هو مشكلة أو مزيج وراثة وعمر وبعض مستويات الهرمون. بمعنى هو نحن الفكرة الأساسية في التساقط الوراثي، عندي جينات وراثية للتساقط، تلقى فيه في الفاميلي هيستوري لما نسأل المريض حد من عائلته سواء من الدرجة الأولى أو من الدرجة الثانية عنده تساقط وراثي. ولكن في مستويات للهرمون للشخص، مثلا تطلع في عمر معين مبكر، في عمر نحن عادة المفروض بعد 30 بعد 40 تبدأ في الفسيولوجيكال ايجنج يبدأ مشاكل التساقط الوراثي توضح أكثر. هذا كتعريف بسيط للمشكلة التساقط الوراثي. بنجيل المهم جدا، أغلب السؤال اللي تكرر عندي واللي أنا حبيت أني أنا ندخل به مدخل الحلقة، إن هل في علاج فعلا التساقط الوراثي؟ والله هو خلاص عشان هو وراثي معناه انتهى ما فيش علاج، لا، وديما نكرروا فيها الإجابة هذه. التساقط الوراثي أرضا عند مراحل، في مراحل بسيطة ومراحل متوسطة ومراحل عنيفة. لما الشخص أول ما يكون عندنا في العيادة، في عادة بروتوكول معين نتبعه كلينيكالي، ممكن أنا ببساطة جدا نقدر نعرف أن الشخص عنده تساقط وراثي، ولكن أحيانا نحتاج إلى تحاليل ومكملات أخرى في التشخيص. فما ينفعش في عيادة الشعر أني بستقبل حالة أو كطبيب مختص في أمراض الشعر أني أنا ما يكونش عندي بروتوكول أو جايد لاين نمشي عليه. ومن ضمنهن اللي هو التحاليل الخاصة اللي إحنا نديره فيهن اللي تخص أمراض الشعر، والأسئلة المهمة اللي تخص حالة الشعر، والتريكوسكوب كجهاز لتنظير أو الكشف على الشعر. اليوم حابة نحكي على كيف أنا نبدأ في تحاليلي مع الشخص. هو إذا كان نحن متعرف عليه أنه هو الحديد، إذا كان نقص في الحديد، نقص في الزنك، نقص في البيتماش، في فيتامينز، أو فضروري عندي تحاليل لازم المريض نطلبها منه باش نقدر نشخص الحالة ونعرف وشن هنا العوامل المكتسبة. كجينات نحن خلاص نحن عرفنا ان الشخص مصاب بتساقط وراثي، ولكن شنو العوامل المكتسبه اللي خلت هالتساقط الوراثي يبدا يتفاقم او يطلع من مرحله الى مرحله؟ من الاسئله المهمه اللي نسالها للمريض الباست ميديكال هيستوري، او هو شنو هو المشاكل المصاحبه ليه كصحيا، هل عنده امراض صحيه مثلا مريض سكري، مريض، هل هو مثلا مريض غده درقيه، هل عنده مشخص من قبل كحاله امراض جلديه مثلا ذئبه حمراء، هل هو مشخص اي مرض كان
جهاز هضمي، عنده أي مشكلة صحية لازم تسجل عندي في التقرير بتاعي أو في الورقة الخاصة بالحالة. الباس سيرجيكال المهم لي أني أنا نسأل على المريض إذا كان هو تعرض لعملية جراحية حتى ولو كانت قديمة شوية، لأن الهيستوري بتاع الشعر نحن نسأله من 3 شهور فاتت. المريض لو هو دار عملية جراحية متكررة، طبعا مشاكل التخدير ومشاكل العملية في حد ذاتها تعتبر شوك للبادي للجسم، وأكيد ممكن تعرض لمضاعفات في هالعملية، فهل هو فعلا خش في مرحلة نقاهة منها أو هو كيف دار عملية جراحية؟ فهذين كل المدلولات بتكون أو معطيات موجودة عندي لكل حالة، وبش نبدأ نقرروا بعدين خطة العلاج. مبدئيا نحن لازم نفكروا في كل الموضوع التساقط الوراثي، هذا شخصناه بس نبغى نشوفه كل العوامل المكتسبة حواليه أو المعطيات عند كل مريض. دراج هيستوري، وهذه من الأسئلة المهمة اللي نسأل فيها للحالة، هل هو ياخذ في أي دواء دائم مستمر عليه؟ هل هو عنده تحسس من دواء معين؟ لأن أنا ممكن نفكر نعطيه دواء فيكون في أي انتر أكشن مع أدوية تانيات، ضروري ما يكون عندي ملمة بكل شيء ياخذه المريض بتاعنا. السؤال اللي ديما نكرره فيه الفاميلي هيستوري، فأحيانا الحالة يتوقع أن أنا نسأل على الوالد أو الوالدة فقط، لكن لا، نحن الفاميلي هيستوري يهمني إذا كان حتى خوالة عمامة من الطرفين، إذا كان عنده جيناتيك أو تساقط وراثي في العيلة، وحتى نسأله على العمر اللي هو تفاقم فيه التساقط الوراثي. أغلب حالاتنا مثلا لما نسأله السؤال هو يقول لي يفكر شوية، أو يقول إن نحن فعلا مثلا والدي بس لازم يحطوا فيه كلمة إنه هو بس جه في عمر متأخر، يعني لما كبر، فهو الشاب أو الشابة اللي قدامي لما هو كأنه يتباعد في فكرة الجيناتيك إنه هو فعلا موجود عندي في العيلة، بس أما الناس هذيما خوالة عمامة والدة والدتها هذيما لما كبروا في السن أو كان عندهم أمراض أو لأن عندهم مرض كذا أو لأن تعرضوا لعملية جراحية. وهذا اللي لاحقا يهمنا جدا من خلال الإحصائيات اللي احنا درناهم في عيادة الشعر، يهمنا جدا نعرفوا شن هو اللي خلى مشاكل التساقط الوراثي والأندروجيناتيك ألوبيشيا أصبحت موجودة أو بكثرة جدا في أعمار صغيرة في العمر، ما همش كبار في السن كيف ما نحن علميا مثلا متعارف عليه. هو تصفيه تساقط الصحي، يعني احنا المريض نسألوه هل هو فعلا، لأن أغلب الناس اللي عندهم تساقط وراثي ما يصيرش عندهم تساقط الغير صحي، بمعنى أغلبية يقول أنا ما نشوفش في شعر بكثرة يطيح، لكن الشعر يبدأ شكله يتغير، الفوليوم بتاع الشعر يتغير، حجم الشعر يتغير، أصبح حتى لما شعر معش يطول، كان هي سيدة مثلا تقول إن شعر معش حسيت أنه هو يطول في الطول، شاب يقول لي أنا حلقت لكن معش شعر ينمو زي قبل، بدأ في خفة في الشعر لأن بدأ فترة التنامي في الشعر تنقص، وهذه هي اللي مهمة ونقدر نقوله هو الكي أو المفتاح بتاعنا في مشكلة الشعر، هي دورة حياة الشعر. الهير سايكل أو دورة حياة الشعر تاخذ 3 شهور للشخص الطبيعي، فعشان هيك ال3 شهور هذه مهمة جدا لما نسأل على هيستوري لشخص، نسأل من 3 شهور فاتت. لو صارت أي خلل أو عدم اتزان في دورة حياة الشعر اللي هي مدتها 3 شهور، خلال هالمدة هذه تعرض لأي أزمة نفسية، تعرض لتوتر نفسي، لأزمة صحية، لخلل في الفيتامينز عنده، لأي مرض تاني صحي، فيصير خلل في دورة حياة الشعر ومن هنا تبدأ المشاكل، يا إما فترة التنامي تبدأ تنقص اللي هي مفروض تكون فترة طويلة وتختلف بالأعمار، هي فسيولوجيكال مع العمر تبدأ مفروض بتقل شوية، لكن يبدأ يلاحظ أن مدة الشعرات اللي هو مفروض عندي شعرة طاحت في مش حتنزل الشعرة أو تسقط لين يكون في شعرة جديدة طلعت. في الحالات اللي يصير عدم اتزان في دورة حياة الشعرة لأي سبب من الأسباب، يصير أن الشعرة طيح وما فيش بديل لها وما فيش شعرة، هذا يبدأ الفراغات تبان على المريض بتاعنا أو يبدأ يشعر أن في مشكلة فعلا، لأن مثلا لو كان تساقط صحي، مفروض التساقط الصحي من 50 إلى 100 شعرة مثلا يوميا، مش حيشعر بها لأن هذين الشعرات لما بيطيحن بيكون أوريدي في شعرات بديلة واتية وجاهزة وطلعت. من الحاجات المهمة اللي بنسأل الحالة عليها، هل هو فعلا بدأ يحس أن شعره بدأ يصير له ترقق، يعني هو الفوليوم أو هو يقول لي أنا شعرتي رقيقة أو تقولنا شعر السمك بتاعه ضعيف، وهذه من علامات التساقط الوراثي اللي أحياناً تبدأ في البداية جداً في المراحل الأولية اللي هو الترقق الشعر، وعادة يبدأ من المكان الأمامي الفرنتال اللي هو منطقة تاج الشعر،
أو تاج الرأس، فهو يصير الفرنتال هي المنطقة تبدأ الترقق يصير فيها السمك الشعر، وهذا ما نلاحظه بعدين بالتريكوسكوب نشوف أن سمك الشعر فعلا بدأ في ثينينج، في ضعف في الشعرة سمكها، غير أن هي فعلا العمر بتاعها يبدأ قصير ومعاش يطلع عندي شعر تاني مكانها وتبدأ الفراغات واضحة. من الحاجات اللي دائما نسألوا فيها غير موضوع التحاليل والهستري والحاجات البسيطة اللي سألناها، إذا كان الشخص يمارس في أي نوع من الرياضة، فدائما عادة الشباب حتى البنات نسألوا فيها الناس السؤال، هل هم يشيلوا مثلا في أوزان اللي هم الناس اللي هم البادي بيلدينج، هل إذا كان يحاولوا أنهم هم يكبروا الكتلة العضلية. فمشكلة الكتلة العضلية أو الأوزان في تعارض مع الناس اللي عندها تساقط وراثي، لأن كل ما اشتغلنا على الكتلة العضلية بيزيد عندي هرمون التستوستيرون، وهذا معروف بالنسبة للناس اللي هم تمارس في النوع الرياضة، هي لما بيزيد عندي تستوستيرون بيزيد عندي مادة اسمها الدايهيدروتستوستيرون، وهي هذه المسؤولة أو المشكلة الهرمونية المسؤولة في حالة تساقط الشعر الوراثي. لو المريض بتاعي فهم شنو المشكلة بتاعه، إذا كان هو مثلا يمشي لنادي رياضة ويمارس في رياضة، أو يا إما مثلا يمارس في رياضة سويدي أيروبك أي نوع من الرياضة الثانية، لكن بالنسبة للأثقال والشغل على الكتلة العضلية أكيد لازم نفهم الحالة إن راه بيكون هنا في مقاومة لنا للعلاج، لأنك أنت مش معقول بتبدأ خطوات للعلاج وعندنا مشكلة تعارض فينا أو تسبب في انخفاض الاستجابة أو الفيدباك، يعني نحن مش هنحصل نتيجة مع شخصك. لايف ستايل في النوم، مشكلة اضطرابات النوم، ولازم نسأل مريضي حتى هو من الحالات اللي هو لازم نسأله، إذا كان يرقد بدري، الناس اللي تسهر، لو هو يسهر بشكل يومي أو يسهر أو مرة خاصة الطلبة في الامتحانات، أو في ناس شغلها يديروا فيه في الليل، في ناس متعودين يسهروا. المشكلة اضطرابات النوم مشكلة كبيرة ومتأزمة مع وبالذات مع حالات الشعر، هي تخص أمراض الجلد بشكل عام، أو نقدر نقوله الستيب ديسترب في مشاكل الجلد ومشاكل الصحية الثانية. بالنسبة للشعر في اضطراب النوم، أو ما نبوش نقوله اضطراب النوم، هو نورمال عادي، الشخص بس يحب يسهر أو لأي سبب من الأسباب عنده، اللي هو السايكل الثانية للنوم بعد الساعة 12 الساعات الأولى الليل، عادة لو ما خشش الشخص في الديب سليب أو النوم العميق حيكون عندي مستوى الكورتيزون عالي. مشاكل الكورتيزون في الدم لما يكون عندي الكورتيزون عالي بينديوس لي اللي بينقص لي من الأناجينيك فيس اللي هي نتكلم عليها في دورة الشعرة اللي هي فترة التنامي للشعر. الكورتيزون حيشتغل لي بشكل مباشر على الجهاز العصبي، يبدأ شخص متوتر أكثر وبنخشه في مشاكل الاسترس. مشاكل الكورتيزون أيضا في انديوس الإنسولين، لأن بيبدأ عندي شخص غير مرتاح نفسيا لأن استرس نتيجة ارتفاع مستوى الكورتيزون، أو لأن ما حصلش كفايته من النوم فترة طويلة. اللي يتعارض مع الجروث هرمون اللي هو أنا مطلوب مني في الليل أكثر، جروث هرمون لما بينزل في تناسب عكسي بينه وبين الكورتيزون، لما بينزل الكورتيزون طبيعي بيبدأ الجروث هرمون أو الميلاتونين هرمون اللي مسؤول عن النوم يبدأ يزيد لي، ويزيد لي من مستوى فترة التنامي أو نمو الشعر في الليل. من الأسئلة المهمة ضروري نتطرق لها للحالة بتاعنا، هل هو فعلا يأكل كويس، مثلا مستوى التغذية بتاعه هل هو كويس، حتى وأنا طالبة التحاليل وبنشوف، بس مهم جدا عندي نعرف اللايف ستايل للأكل بتاعه، لأن هذه بتوصلني لنقطة قد نتعرض لها أثناء فترة العلاج، وهي مشاكل مقاومة الأنسولين اللي ممكن في لاحقا حنتكلم عليها. لو الشخص هل هو معتمد في أكله على الكربوهيدرات، أو هو شخص يعتمد على البروتين، أو ما هو طبيعة خدمته طبيعة شغله تتعارض أنه هو يأخذ وجبات منتظمة ويخش في حالة التجويع أو الاسترفيشن اللي نحكي عليها، وهذه من المشاكل اللي للأسف أكثر الناس خاصة لطبيعة شغلها الهيفي وورك ما عندهاش نظام معين في غذائها، أو مضطرين أنهم يأخذوا كربوهيدرات عالية، الفاست فود، مشاكل الأكل، هذين كلهن بعدين بيأثر علينا في مراحل العلاج، أو ممكن هن من الأسباب الأساسية اللي وصلتنا لمرحلة في تساقط الشعر. فمهم أني نوضح للحالة أنه لازم نتكلم على النوم، نتكلم على اللايف ستايل، نتكلم على الأكل عشان نحصل نتيجة وفيدباك فعلا حقيقي في خطة العلاج. أنا اليوم الحلقة تكلمنا فيها عن كيف أن نحن
التحاليل اللي مطلوبة مني، تحاليل عادة بتكون الحديد، الزنك، الفيتامين بي 12، الفيتامين دي مهم جدا لأنه هو مسؤول عن ترقق أيضا في الشعر. فيتامين دي بيهمني أيضا حتى في حالات الاسترس، الناس اللي هم ميالة لأنهم يصير لهم اكتئاب، هل يتعاطى في أدوية اكتئاب مثلا. الغدة الدرقية مهم جدا، سواء كانت زيادة مفرطة أو نقصان في الغدة الدرقية مهم جدا عندي، أني لازم نتأكد أنه ما عنديش مشكلة فيها. إذا كان بعدين في مشاكل صحية تانية كسيدات نسأل على الألتراساوند، البلفك ألتراساوند مهم جدا لأن في تكيسات المبيضين حتى هي مهم جدا للبنات، ضروري نعرف الحالة مصاحبة لها أو لا. في أمور عديدة لازم في الباس ميديكال لازم نسأل عليها. من الأشياء الأخرى اللي أنا نحب نتطرق لها أن تساقط الوراثي ما نبوش نقوله ما فيش علاج، لكن ما فيش علاج محدد لها، هو مجموعة معطيات ناخدوها ونشتغلوا على العوامل المكتسبة. الجين خلوه في حالة في جهة بروحها، لكن شغلنا كله حيكون على العوامل المكتسبة، كيف نغير جزء كبير من اللايف ستايل في حياة الحالة باش نحصلوا النتيجة. لازم يعرف شنو هي المشكلة اللي صايرة معاه، ما هيش موضوع فيتامينات فقط، هي مجموعة مكتملة مع بعضها، هذا ما نسموه مانجمنت وليس ثيرابي. الثيرابي هو الدواء اللي احنا نعطوه، نحن الأدوية اللي نعطوها كلها ترتكز على تصحيحات. مهم جدا ان نحن نفهم ان في مشكلة مستويات هرمون لازم تتعالج في الناس اللي عندها تساقط وراثي، ما هوش مجرد نقص حديد وفيتامين وكان هذا راهو لما خداه الشخص برا راهو تحسن شعره. في عندي حاجات مهمة في النوم، في الأكل، في الرياضة، في كل اللايف ستايل، حتى طبيعة التعاطي مع الأمور، فهذين كلهم لازم الحالة يعرفهم ويفهمهم كويس عشان نحصلوا نتيجة كويسة ونعرفوا أن احنا مش بالضروري أنا عندي تساقط وراثي نخش في مرحلة عنيفة أو نوصل لمراحل الصلع، ممكن نكون عندي تساقط وراثي بس نكون في مرحلة معقولة جدا مقبولة للشخص ما تأثرش على نفسيته ولا على حياته. شكرا لكم ونتمنى نكون أفدتكم في حلقة اليوم. حسيت إن هي سريعة هيك بسيطة بس عطيت فيها مقدمة بسيطة عن مشاكل الشعر. لاحقا إن شاء الله ممكن في حلقات قادمة حناخدوا تفصيلات عن بعض هذه المواضيع. وكل عام وأنتم بألف خير. هذه الحلقة تأتيكم برعاية